اليوم مدينة تيرودانت وساكنة تيرودانت كتستقبل اليوم كاين واحد الحفل خاص بمناسبة الإفراج على الأستاذ بوجمع بودحيم، وهذا فعلا بالنسبة لنا احنا كهيئة دفاع ديال الأستاذ بوجمع بودحيم زعما بالنسبة لنا كنعتبره إنجاز كبير بالنسبة لهيئة الدفاع ولجميع المنظمات الحقوقية وكذلك النقابات التعليمية ولجميع المواطنين والمواطنات الذين آمنوا بالبراءة ديال الأستاذ والذين آمنوا كذلك بهذا الملف، هذا بكونه ملف كنعتبروه ملف حقوقي بدرجة أولى. واليوم راه الساكنة ديال مدينة تيرودانت وبالأخص الساكنة ديال الدوار ديالو الآن راه كاين احتفال كبير بالحفل ديال الإفراج عليه. كنا نتمنى أن محكمة الاستئناف تتدارك الموقف بالقول بالبراءة التي تمسكنا بها سواء المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف، ولكن نتقبل هذا الحكم أو القرار الاستئنافي تقبلناه بصدر الرحب. وعلى أي الأستاذ بوجمع بودحيم عاد إلى منزله، عاد إلى ساكن الدوار الذي ينتمي إليه، عاد إلى مدينته بين أحضانهم الآن وهم يحتفلون بهذا الإفراج، ونتمنى له أن يعود إلى المكانة ديالو المكان الطبيعي ديالو اللي هو العمل ديالو بين احضان التلاميذ ديالو، بين احضان ديال المؤسسه اللي احتضنته، وبين المنظومه التعليميه كذلك اللي ساندته ازرته. جميع النقابات التعليميه كانت حاضره بقوه. اذا كنشكروا جميع الفعاليات كيفما كان نوعها سواء من قريب او من بعيد الذين امنوا بهذا الملف ديال هذا الاستاذ.